لنا ريان ليالينا نعافا بإذن الله. يا كريم يا ودود يا عزيز، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. سيارة الإسعاف، وكذلك في فرفور ابن ديال الابن نسل أنه في فرفور. ايام الحمد لله، وحنا كنديروا مجهود، درنا واحد المجموعه ديال الحوايج، والحمد لله دابا كلشي داز بخير وعلى خير. خرجنا ريان، شوف لقينا صعوبات في جميع الالوان ديالها، لقينا الله اعلم ولكن غالبا على قيد الحيط، لقينا صعوبات في جميع الالوان ديالها. حنا في واحد البلاصه اللي تدارت ديالها جد صعبه، لي غليسمون تيران كاين بارتو، ولكن مع ذلك بلادنا حقت في 48 ساعه اللي ما حققتش بلاد اخرى. راه درنا في 48 ساعه تيراسمون ديال 500000 متر مكعب، ما يعادل 750000 طن ديال الاتربه اللي تحيدت في ظرف يومين. وهذا انجاز اللي هو انجاز تاريخي وانجاز كبير كيتحقق اول حاجه لبلادنا، وما فخر لينا كاملين. حتى انتم زعما راكم حتى انتم غمرتوا معنا، الله ينصركم، الله يرحم والدين. اي ضروري. انا ما شني كنتو كتعدوا الدار نتوما؟ دا اللي سكنا حنا اللي حفرنا، حنا اللي حفرنا باش نجبد القسوحيه. القسوحيه 4 ايام من العصر حتى 12 النهار بدون توقف. اي بدون توقف، طحان شريف والله. وما غير ضرب ما اجيت وكنت شكون بياكل. ها الرد ما كتهود عليك شكون بيهرب، الرد ما كتهود عليك. ها طلعوا، لا ما طالعين، خصنا نجبدوا. والله الا مازال ما نعسنا راني كندوخ دابا، والله الا خصني باش نمشي ندوخ. الله يرحم والدي. كان موزها الوالدين ديالو، كان موزها الوالدين. الله يجازيكم في خير. شكرا لكم، شكرا لكم كاملين، شكرا لكم. انا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.